حياكم الله سادتي الأكارم في حلقة جديدة من برنامج مال واستثمار، وضيفي العزيز الدكتور محمود داغر، مدير عام دائرة العمليات المالية وإدارة الدين في البنك المركزي العراقي. حياكم الله دكتور. الله يحييك دكتور. بالتأكيد دائرة العمليات المالية من الدور المهمة اليوم في البنك المركزي، وتشمل العديد من المهام والنشاطات، لكن الأبرز اليوم وحديث الشارع أيضا قروض المشاريع اللي أطلقها البنك المركزي العراقي، اعتقد للمصارف القطاعيه وايضا الخاصه. بس خلينا نروح تحديدا اليوم ب قروض ٧ تريليون دينار. طبيعه هاي القروض شنو؟ لمن استهدفت؟ شنو القطاعات اللي استهدفت بالضبط؟ وشنو والمحافظات اللي برزت اليوم على الشارع؟ هناك الحديث كثير المحافظات تقول هاي المشاريع نسمع بها، بس يمكن نشوف لي محافظات بعينها. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. البنك المركزي وإدارته من خلال نظرة ثاقبة إلى ضرورة تحفيز تحريك الاقتصاد ومواجهة التباطؤ في النمو في عام 2015 وازدياد البطالة والظرف الصعب الاقتصادي اللي يمر به العراق، قررت القيام بمبادرة ضخمة تقارب 5.5 مليار دولار وما تقارب بالعراقي 6 تريليون. توجهت في جزء منها وهو جزء مهم ومختار بعناية، خصصت لتريليون للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. بدأ العمل بهذه المبادرة في عام 2016 بعد اكتمال التعليمات. وكما تعرف البنك المركزي لا يتعامل مع الأفراد أو الشركات مباشرة، بل من خلال الجهاز المصرفي. فتح الباب لكل المصارف للاشتراك بهذه المبادرة. بدأ التوسع بهذه المبادرة من 16، اشترك عندنا مجموعة من المصارف، ازدادت بال 17 إلى أن بلغت تقريبا جميع المصارف في عام 2018. حقيقة عام 2018 حقق لنا قفزة نوعية في هذه المبادرة. المبلغ الإجمالي اللي أقرض إلى الشباب وإلى مستحقين هذا النوع من القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الآن اقتربنا من 75 مليار دينار، يعني أكثر من 70 مليون دولار، وهذا مبلغ لا بأس فيه لتحريك عجلة المشروعات الصغيرة. فهذا الموضوع كان محل اهتمام إدارة البنك المركزي وتؤكد عليه، لأننا ندرك أن المشروعات الصغيرة هي المشروعات يعني الكفيلة بتقدم الأمم. الفكرة الأساس قبل أن نخوض بتفاصيل القروض، الفكرة الأساس تبلورت حول هذه القروض، خاصة القروض المشاريع المتوسطة والصغيرة، هي تحريك عجلة الاقتصاد والاستثمار بالوقت ذاته وتشغيل الأيادي العاملة. لكن هاي الرؤية هل استندت على يعني على مخططات مثلا معدلات النمو، معدلات الفقر؟ استنبطوا انه ارقام ممكن تفيدكم ب يعني هذا او تحديد؟ خلي اختصر السؤال بشكل واضح، على اي اساس تم تخصيص هذا المبلغ او ٧ تريليون دينار؟ شوف احنا يعني الاداره وجدت انه المشاريع الصغيره هو سياق عالمي، يعني الان لما تروح للاقتصاد السنغافوري تجد انه اكثر من 80% من النمو في المشاريع الصغيرة. حتى في الولايات المتحدة المشاريع الصغيرة تلعب دور كبير في تحفيز الاقتصاد. اثنين، عندنا نسب كبيرة من البطالة. فصحيح المبلغ أزاء احتياجات العراق هو مبلغ متواضع، لكننا كما أكدنا من البداية إنه إذا تحركت المبادرة فمن الممكن التوسع بإضافات جديدة، وهذا ما وعد به محافظ البنك المركزي المصارف والناس اللي قدموا على هذه القروض. فهو يستطيع تحفيز نسبي للقيمة المضافة، لكن بالوقت نفسه يلعب دور في التقليل من نسب البطالة المرتفعة. زين، خلينا نروح للأكثر للقروض. نعم. تم تخصيص ١ تريليون دينار على أساس أنه تمويل مشاريع متوسطة وصغيرة. كان البنك المركزي انه يحدد قطاعات بعينها؟ نعم، التركيز لانه بجوار هذه المبادرة كان لدينا ٥ تريليون كانت مخصصة للمشروعات الكبيرة.
القطاعات شمل كل القطاعات عدا الإسكان والبناء، بسبب أن هنالك مبادرة أخرى ضمن 5 تريليون لصندوق الإسكان وللمصرف العقاري، بالتالي شملت كل النشاطات الممكنة والمحافظات جميعا والأعمار المختلفة اللي هي النشطة اقتصاديا والقادرة على الحصول، لأن هذا القرض اللي محدد سقفه ب50 مليون دينار هو صالح فقط لمن لديه مشروع، يعني هو مو مثل قروض بعض المصارف، قروض استهلاكية أو اجتماعية، لا، احنا نريد أنه في شخص لديه مشروع، يعني المشروع خلينا نكون محدد أكثر دقة، المشروع قائم ولا مو قائم؟ الثنين، ولا يجي فكرة جديدة؟ الثنين، أن يكون مشروع قائم ولديك توسعة وتتموله وتريد تمول التوسعة، أو أنه مشروع جديد وفكرة جديدة. وحتى ذهبنا إلى الجامعات، ذهبنا إلى وزارة التعليم، دعمنا الابتكارات، الخبرات، المشروعات الريادية لكي نحقق نوع من العلاقة. طبعا هذا الموضوع المشاريع الصغيرة لم يكن البنك المركزي هو أول من بدأ بها، كان قبلنا منظمات مجتمع مدني، بعض المصارف مشتغلة فيها، لكن الحجم الفند اللي خصصه كان هو الأكبر. زين، علاقتكم اليوم بالمصارف، أكيد هو البنك المركزي مو بيدار شال المبالغ يوزعها على، أكيد كانت لديكم أذرع هي اللي تنفيذ خطة البنك المركزي بعد تريون اللي هي المصارف، تذكرت أعتقد كان 17 مصرف شاركوا. اليوم علاقة المصرف بين المقترض، تتوقع أنه وصل مستوى الطموح؟ أقصد من تقليل البيروقراطية والروتين، أقصد من سرعة إنجاز معاملة الأقراض، التفكير بطبيعة المشروع واختيار الأنسب. شوف، أنا ما أخفيك، المشروع كان في بداية 16 غير واضح بالنسبة للناس وحتى بالنسبة للمصارف. طبعا وفرنا له البنى التحتية، مثلا الأمانة العامة لمجلس الوزراء ساعدتنا عبر كادرها التقني في بناء منصة ما يسمى بالتمويل والتقديم الإلكتروني، دربنا المصارف على التعامل مع الزبائن، أنزلنا تعليمات ميسرة للضمان أو للكفالة وبطريقة الدفع، هيئنا فرق للتدقيق، ويمكن كان التدقيق السليم والقوي أحيانا على هذه المشاريع، لأنه ما أخفيك احنا كثير من المبادرات انتهت دون وجود معصية سيئة. هذا كان هاجس، لذلك كنا ندقق في الميدان. خلينا نقول كنت حريصين بإعطاء كل المبالغ للمصارف، وكنت تراقبون بين فينا والأخرى على نص سابقاتها. احنا كنا نتمنى يا ريت يعني المبالغ كلها تنجز بالسرعة اللي كنا بلانت فور، لكن اللي صار انه عقلية الأعمال لدى شبابنا ما زالت بحاجة إلى جهد في الجامعة، في المدرسة، تعاوننا مع المصارف لكي تدرب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. هذا العمل تنجز منظومة يحتاج إلى خبرات واسعة خاصة لشبابنا. المشكلة القطاع العام قلص من رغبة الأعمال لدى الشباب. يا دكتور، شفتك وأكدت على الجامعات العراقية. طيب الطبقة الأخرى اللي خلينا نسميها طبقة العاملين في السوق العراقية، العاملين في الأسواق الشعبية، هؤلاء ربما بعض أو جزء منهم هم حرفيين. نعم. ممكن يطلع منه مشروع زين، هذا هو لا عنده وسيلة اتصال. خليني أحكي بصراحة أكثر، هذا لا عنده وسيلة اتصال بالإنترنت عمود يعرف أنه شون يقدم، لا عنده أصدقاء يدلوه بأن يقول لي يا اليوم أكو عندنا بهذا المصرف تمويل، منصة تمويل الإلكترون تقدر تقدم وتحصل على 50 مليون بفائدة أقل كذا. زين، هذه لا أذذب اللوم كل على البنك المركزي. نعم. هذه المصارف وصلت لهؤلاء، قدروا يجذبون، بالتالي هو حرفي هذا. نعم. يقدر يطلع منه شغل. احنا اكتشفنا واحدة من أسباب عدم التقدم المحرز هو الإعلان والإعلام. في الحقيقة سوينا ثلاث مراحل
من الحزم الإعلامية، آخرها كانت ب18 وهاي وصلت عبر الموبايل وعبر الفيس وعبر منصات التواصل الاجتماعي إلى أعداد كبيرة، وهذا مما سبب حيث أن يعني سبب في تسارع العملية، حيث استطعنا أن نقرض 33 مليار فقط في سنة 2018. التلفزيون أعرضنا قصص نجاح لهذه المبادرة، رحنا للمحافظات سوينا لقاء في محافظة البصرة شملت المنطقة الجنوبية، رحنا الأربيل، رحنا لدهوك، رحنا إلى الموصل أخيرا بندوات توعية، وجبنا كل المنظمات والجمعيات ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني لكي نوصل لهم هذه المبادرة. أنا أعتقد أن الفترة القادمة خلال عام 2019 ستشهد تقدم كبير. الآن الكثيرين يعني حتى بالمحافظات الآن لدينا قروض، وفي الريف، في ريف النجف، في ريف الديوانية، في ريف الناصرية، في البصرة وريفها. أنا أريد أعطي المحافظات حقها خاصة، المحافظات اللي تعرضت للإرهاب، بس أريد تجاوبني بعد الفاصل، أريد بلغة الأرقام إيش قد البنك المركزي، أنت ذكرت لك رقم 1.33 مليار، أريد أعرف إيش قد عدد إذا متوفر الأرقام، عدد المتقدمين خلال 2018 على الأقل، عدد المبالغ التي تم صرفها، المصارف إيش قد صرفت وإيش قد من الممكن تصرف من الواحد تريون. أريد إجابتك دكتور بعد الفاصل، بعدين نتحول على المحافظات اللي داخل حقها. مستمر وياكم سادتي المشاهدين، نشوفكم بعد الفاصل. مرة أخرى حياكم الله سادتي المشاهدين. الدكتور بلغة الأرقام نريد نتحدث على قد حجم القروض اللي تم منحها للمصارف من مبلغ 1 تريليون، وش قد عدد المقترضين بالنسبة للمحافظات بالنسبة للمصارف أقصد. أوضح لك أرقام تقريبية. إحنا من إجمالي التريليون لغاية اليوم وصلنا إلى 75 مليار دينار عراقي. هذه تعرف أنت إذا تقسمها على 50 مليون تستطيع أن تحصل على عدد القروض اللي صرفت، لكن أحيانا ما كان السحب 50، كان ممكن السقف الأعلى 50 لأن قد الضمانات لا تؤهله، أو إن مشروعه صغير، حلاق أو صالون حلاقة أو مطعم صغير، أي مبلغ هو يحتاجه على أن لا يجاوز 50. وحتى على الرغم من ذلك هنالك مشاريع وصلت إلى 100 مليون، هاي حليناها من خلال أخذ موافقة خاصة من إدارة البنك بعد دراسة المشروع. هذا دراسة تكون أعمق والتعرف على أهدافه، حتى أننا سمحنا لمجموعة من الشباب الذين لديهم مشروع واحد يشتغلون به، سمحنا لعشر شباب تقدموا لمشروع واحد، كل واحد يأخذ 50 وكل واحد يقدم ضمانة، وهي القروض المجمعة. تجمعها بس هو مشروع واحد. هو مشروع واحد وهي قروض مجمعة وضماناتهم فردية. فإحنا تقريبا 5000 مشروع مولنا. العدد القوى العاملة بحدود 4000 اللي العفو 6000 شخص استطاع أن يعمل، لأن أكو مشاريع بها 3، أكو مشروع بها 2، مشروع بها 1. إضافة إلى ذلك كانت رقعة توزيع المشروعات على كل المحافظات، لكن كما تعرف بغداد استأثرت جزء مهم، يعني نعم كانت الحصة يعني نقترب من أكثر من 30 إلى بغداد بالمية من القروض الموزعة، ثم بعد ذلك كردستان أربيل بسبب الموقف المستقر للمنطقة. كان عندنا المشكلة الرئيسية هي في المناطق التي احتلت، هاي المناطق 16 و17 وجزء كبير من 18 ما كان بالإمكان إقراض أصحابها. الآن احنا نحمل توجيه من إدارة البنك إلى ضرورة الاهتمام بالإقراض للمشاريع اللي موجودة في المناطق المحررة من نير داعش. البصرة حضت، كربلة، الديوانية، الكوت، كل المحافظات. احنا عندنا مشكلة هي
عدم وجود فروع أحيانا للمصارف مما يعرقل، لكن بإمكان الابن الديوانية أن يذهب إلى الحلة للحصول. أقرب محافظة اللي بيها الفرع. أي لأنه يختار أي مصرف مشترك ويروح، وإحنا نسهل الأمور ونرسل الفرق التدقيقية تدقق المشروع وتدقق السحوبات، وأصلا إحنا قاعد نسلف المصارف مقدما. لذلك العملية بدأت تتسارع الآن وتاخذ منحة أفضل. طيب المصارف، أو مش قبل أروح المصارف، ذكرت أنه بعض الحصة الأكبر كانت لبغداد، نعم، وحضر أيضا محافظة البصر، المناطق اللي تم تحريرها من عصابات داعش، أعطتوا خصوصية معينة باعتبار هاي المحافظة؟ يعني ممكن إنجاز المشروع يكون أهون أو أكثر قوة بتمويل المشروع، أعطتوا خصوصية لو صارت التعليمات حال حال محافظات البقية؟ أنا الأسبوع الماضي كنت في الموصل، فإضافة إلى الإعلان عبر الفيس وعبر التلفزيون، فحضرنا والتقينا مع مجلس المحافظة بندوة موسعة، ومع الغرف ومع الملاكات والأنشطة حتى من الجامعة، وفعلا التوجيه اللي عندنا هو الحرص على الإسراع في الإقراض للرمادي ولتكريت وديالة والموصل، هذه المحافظات اللي عانت من اللي حدث واللي كان يشكل معوق أزاء إقراضهم. حثيت المصارف يتحركون على هذه المحافظات؟ بالتأكيد الآن إحنا لقاءاتنا مستمرة مع المصارف المشتركة فيه، ومثل ما قلت لك الآن معظم المصارف إن كان إسلامية، لأن كما تعرف مثلا الموصل تهتم بأخذ القروض بدون أو بالطريقة الإسلامية بالطريقة المطابقة للشريعة، فإحنا عندنا عدد كبير من المصارف الإسلامية الآن قاعد يشتغل. أنا أتمنى على الشباب، على أصحاب الأعمال، اليوم أنا ملتقي بالغرف التجارية والصناعية مثل ما التقينا بالبصرة، واستطعنا أن 100 صناعي من الشباب أن نمولهم عن طريق أو بواسطة غرفة صناعة البصرة. طيب مجموع 16-17 مصرف مشترك بهذه المبادرة، تعتقد الآن 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 بالأربعين مصرف مشترك؟ نعم، بعد الزيادة الكبيرة، هذا الحكي بال18 ازدادت زيادة نوعية، يعني هسه حدود أكثر من 40 مصرف. نعم، مشترك بهذا الموضوع. مشترك. أرجع للسؤال الأول اللي ذكرت لك على طبيعة منح القرض المقترض. دائما ما نجد صعوبات بين مقترض هي عملية الكفالة أو حصول الضمان، هو بالتأكيد هو هذا ضمان وصول القرض للمصرف أو حتى بنك مركزي. كيف ممكن قدرتوا أنه تسهلون من عملية الروتين البيروقراطية الكافية للضمانات؟ شقد قدرتوا تسهلون هذا الموضوع حتى ياخذ المقترض بسهولة للمبالغ؟ أيضا لابد من تأشير حالة، احنا لجأنا الى ابسط ضمانة الا وهي وجود كفيل موظف حكومي، لكننا واجهنا ان بعض الدوار بعض الوزارات لا تقوم بتكفيل موظفها لصالح هذا، طالما تقول يعني هذه المصارف اهلية، لانه هذا الموضوع تعودوا على القروض من المصارف الحكومية فقط. طبعا احنا مجلس الوزراء اقر بأنه يتم التعامل وتكفيل وزارة المالية صدر التعميم، لكن ما زلنا نواجه أحيانا بعض المشاكل، الآن خفت. إحنا معطين صلاحية للمصارف في أن تعرف زبونها، وهذا هو الأساس، يعني مو هي الضمانة الأساس، لكن كقرض مصرفي أنت تأخذ 50 مليون لابد من وجود ضمانة. عندما لا يتيسر لديك موظف حكومي أو من تجيب موظف حكومي براتب منخفض لا يستطيع أن يضمن، إحنا حتى لجأنا للكمبيالة، إذا كمبيالة بالطريقة القانونية للمقترض يستطيع وضعها ضمن الضمانات، الموظف الحكومي عقار رهنية، لا بد من وجود ضمانة. هذا القرض ليس كقروض الموظفين، الموظف راتبه معروف موجود يقدر هو يقترض، هذا قطاع خاص سهلنا عليهم كثيرا.
مثلا احنا بعض الانشطه مثلا للاطباء الصيادله المنتمين للنقابات ايضا بضمان انتسابهم لهذه الجهات او الصناعيين في غرفه الصناعه ساعدتنا في تخفيض الضمانات. لكن يبقى الضمان الاساسي احنا دائما نقولهم نقول الحصول على القرض هو الاتي: يتطلب هذا المثلث وجود مقترض طبيعي، وجود مشروع واضح المعالم ينضاف له ضمانه بسيطه. بالنسبه للفائده دكتور اعتقد انت قلت لي 3 أو 4%، هاي على اساس تعتقد انه هي هاي كذا تساعد الحصول على قرض الفائدة. الفائده بالتاكيد هي اقل من اي فائده موجوده بالسوق. اعلى فائده ممكن تقاضيها على 50 مليون 5%، تتقسط على 7 سنوات، او اذا اراد المقترض يقول انا 5 اقدر اسدها. هي مره واحده؟ نعم 5% مره واحده، لا متناقصه، مو هي راح ياخذها متناقصه زي. يسقط المبلغ الذي دفعه وما تبقى يعني هذا نظام الفائده المعمول به زي. الفائده لم نجد ان اي مقترض يشكو من الفائده، يا حصل يعني قياسه بالقروض الاخرى ابدا حجم المبلغ. احنا نريد نحث على مشروع، احنا ما نريد ياخذها ويذهب الى ان ينفقها استهلاكيا. هاي المعاناة الريد يعني عانينا وعانت المبادرات من عندها. دكتور يعني 2017-2018 الآن دخلتوا ل 2019 وما شاء الله وصلت عدد المصارف 40 مصرف. مؤشراتكم اليوم شو مؤشرات على مستوى البطالة، مستوى النمو؟ صح هو الرقم عدد المشتغلين وهذا القروض ليس بالحجم الكبير، لكن هل أعطتكم انطباعات أو مؤشرات إيجابية نحو تقليل من البطالة، زيادة النمو الاقتصادي؟ شنو المؤشرات اللي انطت عند دائرة العمليات؟ القناعة الكاملة انه بلا قطاع خاص وبلا مشاريع صغيرة لا مستقبل للاقتصاد العراقي، اي ان حجم الموظفين بالاقتصاد العراقي الان يعتبر من اعلى المستويات، بالتالي لا بد من ثقافة اعمال لدى شبابنا، لدى خريجينا، لدى العاطلين عن العمل يستطيعون من خلاله بناء مشروع. وبالتالي هذه القناعة جعلتنا نصر على أن مبادرة 1 تريليون هي أهم مبادرة، لا بل هي أهم من مبادرة 5 تريليون. لكن مثل ما قلت لك التقدم حثيث للوصول إلى مستويات الأهداف المحدديها سنويا. احنا ما نعاني من مشكلة، يعني حتى مشكلة عدم التسديد ما قاعد نعاني من عدها، يعني اكو مصارف اكو تسديد، يعني تسديد كامل. التعثر وعدم التسديد بحالات متطرفة جدا، يعني الموت احيانا او يصير فتح حادث كبير، هذا مؤشر ايجابي تقريبا. وهذا مؤشر ايجابي يدفعنا للتوسع. احنا بس نريد مؤسسات الدولة تتعاون معنا في قضية التكفيل، لأن معظم الناس موظفين، وبالتالي نريد من دوائرهم وهي بعض الوزارات مؤشرة التي تمتنع عن التزويد الكفيل بكتاب وضمان إلى أنه هذا الكفيل هو يكفل مقترض. هذه مشكلة يمكن عادت فيها كثير من المقترضين. نعم. دكتور أنا أريد الموضوع الآخر وأريد إجابتك بعد الفاصل. أكيد إضافة 1 تريليون أطلق أيضا باقي مركز 5 تريليون دينار عراقي، هاي كانت المصارف القطاعية أعتقد الصناعي والزراعي والعقار وصندوق الإسكان. كانت هناك هواي لغط كبير على المبالغ التي أعطيت للصناعي والزراعي، ما سبب تأخر أو ما سبب عدم نمو المشاريع الصناعية والزراعية؟ أرجو إجابتك بعد الفاصل دكتور. سالتي المشاهدين مستمرياكم وشوفكم بعد الفاصل. مرة أخرى حياكم الله سادتي المشاهدين. دكتور الخمسة تريليون أيضا أخذت منحة الحديث للشارع والمختصين وحتى في مجلس النواب ورئاسات الثلاث. كانت هناك بعض الفقرات التي أشرها حتى أشرتها الصحافة العراقية بأن الصناعي والزراعي ما أخذ دوره بالخمسة تريليون دينار. أنا بس أريد أوضح لك إياها. البنك المركزي
أزاء مبادرة الخمسة تريليون ممول فقط، أما التعليمات والإجراءات فكلها صارت من قبل لجنة عليا بها ممثل من البنك المركزي من قبل رئاسة الوزراء. المصارف التي اشتركت في هذه المبادرة هي المصارف المتخصصة، صندوق الإسكان التابع لوزارة الإسكان، المصرف العقاري، المصرف الصناعي، المصرف. لماذا؟ لأن هذه المشاريع قد يصل الإقراض بها إلى أكثر من 20 مليار دينار، وبالتالي شكلت لجنة من الجامعات، من أساتذة الجامعات الأفاضل، اسمها اللجنة الوطنية لدراسة الجدوى. فإجراءاتها كانت صعبة مقارنة بالمتقدمين طبعا، لأن المشروع كبير ويحتاج، على الرغم من التقدم المحرز. يعني عندنا الإسكان أخذ كل حصته اللي هي 800، خلص صندوق الإسكان، صندوق الإسكان 800، وانتشر بالمحافظات وكانت ناجحة جدا، وأضيفت له 500 مليار. العقاري قارب على إنهاء 860 المخصصة له. احنا عندنا بالصناعي والزراعي، الصناعي ما يقارب 400 مليار منح مشروعات، يعني منح 400 مليار وهي ليست مبلغ ضئيل من أصل 1.6 تريليون. الزراعي أيضا منح. الإشكالات اللي تواجه الصناعيين والزراعيين في سرعة الطلب القروض، أنت كما تعرف احنا بالعراق ابتلينا بقضية المنافذ الحدودية ودخول البضائع وعمليات الإغراق، مما يجعل الصناعي والزراعي يفكر كثيرا قبل الاقتراض بهذا الحجم. يعني شو راح المنتج وراح أوديه إذا استهلك؟ طبعا هذا وحدة من القضايا. كانت أمامنا الضمانات، واستطاعت اللجنة العليا أن تحلها بضمانة المشروع. المشكلة اللي واجهناها اللي جعلتنا نوقف بشكل مؤقت هذا الموضوع هو ضمانة القرض، حيث أنه بالبداية كان أكو تنسيق مع جهة حكومية، وزارة المالية، لضمانة القرض، لكن فيما بعد يعني الجهة الحكومية قالت بسبب ظروفنا وظروف الديون ما لا نضمن. البنك المركزي بقانونه أي مبلغ يعطي يجب أن يكون مضمون ضمان كامل ومن جهة سيادية. هذا الإشكالية اللي واجهناها، أعتقد الآن نحن في إطار الحل، في إطار التفكير على مخرج، لأننا أيضا مؤمنين كبنك مركزي أن هذا الموضوع موضوع مهم. يعني ممكن تفعيل هذا من الممكن تفعيله بمساعدة جهات أخرى. يعني أنا من أدخل إلى تمويل مقداره 5 مليار دولار، إذن علي أيضا أن أحظى بضمانة بسبب كون يعني فلوس البنك المركزي هي فلوس مو ملكة وليست عائدة إليه، وإنما هو يديرها بالنيابة. تبقى مشكلة الصناعة والزراعة ترجع للمربع الأول، هو عدم الحفاظ أو حفاظ على السوق العراقي من دخول المستهلك. يعني راح هاي المشكلة بعد حماية قصدك، حماية المنتج الوطني بعد المشروع. يعني هذا المشكلة قائمة، يعني هي مشكلة كبيرة قضية حماية المنتج الوطني، لا سيما إنه هاي الحماية توفر شيئين. أولا تخلي المنتوج الوطني يستطيع أن يسوق، اثنين تلغي مشاكل فوارق سعر الصرف ما بيننا وما بين دول الجوار. نحن نتبع نظام سعر صرف ثابت ونحمي الدينار العراقي حتى يكون قوت الشرائية ثابتة. في دول الجوار يتبعون أنظمة تعويم كبيرة وعميقة، مما يجعل المنتج الأجنبي يقاوم المنتج المحلي أو ينافسه، ليس بسبب سوء إنتاجية المصانع العراقية بل أيضا بسبب نظام الصرف المتبعين. فإذا ما وجدت الجمارك وطبقت القوائم الموجودة ستلغي هذه الميزة التي تمتلكها تلك السلعة. طيب دكتور، هاي المشاريع يعني 5 تريليون دينار هو رقم كبير جدا، يمكن
أنفق منه ما يقارب 3 تريليون. يخلي خاص بالقطاع السكن صندوق السكن السرعة. وأيضا مثل ما قلت لك الصناعي 400 و 300 تقريبا الزراعي. بالبداية ذكرت أنه أنتم ما حطيتوا التعليمات والآيات لهذه الشروط، يعني كان ابتعاد البنك عن التعليمات هو اللي ترك الحرية الكاملة لهذه المصارف بأن تعمل بشكل صحيح. لا، هي المصارف ما تعمل مفردة، أكو لجنة مثل ما قلت لك عليا مشكلة من رئاسة الوزراء، هي التي وضعت التعليمات وهي التي تستلم الطلبات وهي التي تحيلها وهي التي المصرف فقط من تجي له موافقة اللجنة العليا يجي وفق ذلك ياخذ الضمانات ويقيم المشروع ويبدي بالتوجيه وبإنجاز الخطوات الأخيرة. بظل هاي التحديثات الجديدة اللي صارت ممكن أنه يعني هناك أكو توجه حكومي، الحكومة الجديدة برنامجها هو السيطرة على المنافذ الحدودية والقمار، تتوقع راح يصير إقبال من الصناعيين والزراعيين بين الاقتراض وبالتالي هو يهم الربح؟ نتمنى ذلك، نتوقع ذلك، لأن هذا الموضوع ليس خيار بل هذا مصير لا يمكن للصناعة العراقية أن تتقدم دون وجود جدار حمائي طبيعي اللي هي القوائم، تطبق القوائم حقيقة على كل سلعة، هذا بس نطلبه ليس أكثر من ذلك. طيب دكتور، الآن البنية التحتية مهيئة لاستلام هذه القروض، أقصد من ناحية الكفاءات، من ناحية الأيدي العاملة، من ناحية لدينا أفكار المشاريع، لدينا مشروعات ولدينا صناعيين وزراعيين قادرين أن يقومون بمثل هذه المشاريع. أنا باعتقادي الكفاءة الصناعة العراقية عميقة وتاريخية مع تحفيز تستطيع أن تتقدم، لكن مثل ما قلت لك المشروع تقريبا استغرق وقت طويل لإعداد تعليماته، تغيير الضمانات حيث تم البدء بضمانات 50% الآن أصبحت الضمانة 75% من المشروع، لأنه التوجيه أنه المشروع الصناعي عندما يقرض يجب أن يقرض بخطوط إنتاجية جديدة جلبها من الخارج، وتعرف أنت هاي فتح اعتماد ومخاطبة شركات فتاخذ مدة. طيب هناك من تكلم على هذا حديث الشارع وبعض المختصين بشأن الاقتصاد والمال، ربما هناك من تحدث بوجود جهة تعنى بالإقراض المشاريع بشكل خاص كأن يكون مصرف أو شركة، أو هل فيني هل بنك المركز يدعم مثل هذه الأفكار أو سوف يتركها للمصارف بشكل حر؟ هو دور المصارف بالاقتصاد والإقراض، لا تحديدا أقصد بالمشاريع المختصة، عندنا الصناعي إذا يختص الصناعي الزراعي، أتكلم أنا أيضا أرجع للمشاريع المتوسطة الصغيرة اللي هي تشمل المشاريع صغيرة جدا. يعني إحنا بالعكس نرحب حتى بكل المنافذ المالية اللي تدخل في ظل هذا المشروع، إن كان بمشروعنا أو لديها تمويل خاص أو تنسيق ما بيننا وبينها. وأنا كما أخبرتك هنالك العديد من المؤسسات القطاع الخاص، يعني كأن مجتمع مدني، هي التي تقرض الناس بس المبالغ مختلفة أقل وبفوائد أعلى، لكنهم يشتغلون ويحققون النجاح في الاقتصاد العراقي. لا تنسى أنه بعام 15-16 مع كل الأزمة الاقتصادية والحرب مع داعش أنت كنت تشوف أكو بناء وأكو حركة وأكو سيولة بالسوق، فأكو حركة بهذا الاتجاه. نرجع أيضا عدم وجود الأفكار من الجدوى الاقتصادية، يعني ممكن المشروع الصغير لكن يتحدث عن دراسة الجدوى البسيطة، يعني بظل وجود لجنة مركزية من الحكومة العراقية تنظر بدقة بشكل كبير جدا لهذه المشاريع. بالكفة الثانية أيضا نواجه أكو مشاكل باختيار المشروع وطريقته، مثلا خلينا نقول أكو مشاريع هي تستنزف، يعني مشاريع ليس لها ما نقول قيمة وإنما لا تضاف شيء بالنسبة للسوق العراقي، مو ممكن استيراده. يعني هل تقدمت مشاريع حيوية كأن يكون مشاريع بمشاريع أدوية، مشاريع للحديد والصب، هذه المشاريع الكبيرة التي يستورد العراق بملايين الدولارات. بالحقيقة هي واحدة من الأسباب أنه كانت اللجنة العليا تركز على مشاريع مهمة وبدائل للمستوردات. إحنا بالنسبة للواحد تريليون المشاريع الصغيرة ما نريد دراسة جدوى، نريد فتقائمة تدفقات
تثبت لنا انه هذا اللي راح ياخذ قرض يعرف ايش راح يشتغل، يعرف شنو راح يسوي المشروع. لكن القروض ال5 تريليون مثل ما قلت لك اكو لجنه وطنيه لدراسه الجدوى، والمشروع يجب ان يكون مجدي من الناحيه التسويقيه ومن الناحيه الفنيه ومن الناحيه الاقتصاديه. يعني كانت دراسات، حتى بعض الدراسات انتجت المكاتب استشاريه خارج العراق حتى يحقق نتائج، حتى يحقق. احنا نحتاج الى اكثر من تمويل فقط. القضية يعني عبر خبرتنا ان القضية مو مشكلة التمويل، وإلا هذه الموازنات الخارقة 80 مليار و70 مليار دولار، هي القضية مو تمويل. هنالك أمور أخرى بجانب التمويل يجب أن تتحقق قبل أن نستطيع أن نصل إلى بر الأمان بالنسبة للنشاط الاقتصادي الكلي. أكيد هذا ما اللي نتمناه دكتور، بأن يكون هناك يعني توجه حقيقي للمشاريع المتوسطة والصغيرة حتى الكبيرة. وهذا أتوقع راح مو بس يحرك عجلة الاقتصاد، وما راح يكون هناك يعني الثقة عند السوق العراقي بأن راح ينتج صنع في العراق. دكتور أنا عندي الكثير من الأسئلة لكن ضيق الوقت يسمح لي أن أختم وياك. شكرا لصراحتك، شكرا للمعلومات القيمة اللي رفتنا بها. إن شاء الله نتواصل بحلقات أخرى ونعرف وين وصلت المشاريع وشقد أخذت من مساحة كبيرة. شكرا لك دكتور. شكرا موصول لكم سادة المشاهدين، حتى نلتقيكم في حلقات أخرى من برنامج مال واستثمار. إلى ذلك الوقت أستودعكم الله.